من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا آمين. رفع دوني أنا الحبيب مثل ميتين مرزون، جعلوا مساميرا في جسدي فلا تملني يا ربي وإلهي. ثقبوا يدي ورجلي واحصوا كل عظامي، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا، تكلموا بشفايهم وحركوا رؤوسهم وقالوا: إن كان آمنا واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه، إن كان أراده هللويا. اللهم ترعف علينا ورحمنا وجعلنا مستحقين لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل بحسب ما كتب معلمنا مارمت البشير، بركاته فلتعزينا آمين. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع وادخلوا الى الايوان وجمعوا عليه كل الكتيبه، فعروه والبسوه رداء قرمزيا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوا على راسه، وجعلوا في يمينه قصبة وكانوا يكسون على ركبهم قدامه ويستهزئون بقائلين: السلام يا ملك اليوم. وكانوا يبصقون في وجهه واخذوا القصبة وضربوا على راسه، فلما هزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوا ثيابه وأخذوا ليصلب. وفيما هم خارجون وجدوا رجلا قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له الجلجثاء الذي هو موضع الجمجمة، أعطوا خلا ممزوجا بمرارة. ولما ذاقا لم يرد أن يشربا،
ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها، ثم جلسوا يحرسون هناك وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوب هكذا: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه للصين واحدا عن يميني وواحدا عن يساري، وكان المكتزون يجدفون علي ويحركون رؤوسهم قائلين: يا ناقد هيكل الله وباني في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت أنت هو ابن الله فانزل عن الخشبة. وكذلك رؤساء الكهنة والكتب والشيوخ كانوا يستهزئون بي قائلين: خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به. إن كان متوكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده، لأنه قال: أنا وابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كان يعيرانه. ومن وقت الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى وقت الساعة التاسعة. والمجد لله.